اهلا ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. ظهرت خلال الايام القليله الماضيه بوادر ازمه سياسيه جديده بين المغرب وموريتانيا بعد ان سادت مؤشرات كثيره في الاشهر القليله الماضيه حول عوده العلاقات الثنائيه بين البلدين الى مسارها الطبيعي وموقعها العادي، الا ان التجاذب بين الطرفين اشتعل من جديد، والسبب الاسلوب الذي يعتمده الرئيس الموريتاني مع المغرب، حيث في كل خلاف يثار بين البلدين يستغل قضيه النزاع المفتعل في الصحراء المغربيه في محاوله منه للضغط على المغرب، حيث قام بتخصيص استقبال رسمي لوزير خارجية الجمهورية الصحراوية الوهمية. لنستمع في هذا الصدد لمحمد بن حمو مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. نعتقد أن موريتانيا تجد صعوبة كبيرة في بناء علاقات طبيعية مع الجوار، و موريتانيا تجد نفسها أمام ضغوطات كبيرة من طرف الجزائر، وموريتانيا كذلك يعني تسعى إلى أن تلعب دورا في المنطقة، وبالتالي بين الفينة والأخرى تكون هناك يعني مواقف غير مقروءة من طرف موريتانيا، وتكون كذلك يعني ونحن نرى بأنه يعني منذ مدة وهذه العلاقات يعني لم تتمكن من العودة إلى استقرار طبيعي، إلى استقرار طبيعي، وأن ترقى إلى العلاقات يعني العلاقات الجيدة التي كانت سابقا بين البلدين. فبالتالي أعتقد بأن هناك أوضاع داخلية في موريتانيا التي يعني تعيش تحت تجاذبات يعني لأطراف عدة داخلية وخارجية، وهناك كذلك يعني ضغوطات إقليمية وبالأساس يعني جزائرية على موريتانيا، وهناك يعني ربما رغبة لموريتانيا في أن تلعب دورا في العديد من الملفات في والقضايا في منطقة الساحل والصحراء بالأساس في مالي، وبالتالي يعني هذا له تأثير على طبيعة العلاقات المغربية الموريتانية، وتكون هناك يعني بعض المواقف او التي تدور عن يعني عن 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 القيادة الموريتانية التي لا تبدو بأنها يعني ودية تجاه المغرب وقضاياه. وأضاف بن حمو في تحليله لتوتر العلاقات بين المغرب وموريتانيا أن العلاقات بين البلدين في كل مرة تشهد انفراجات، إلا أنها تعود للتأزم مرة أخرى، وهذا ناتج عن عدم وضوح السياسة الموريتانية مع دول الجوار وبالتحديد المغرب الذي يعتبر الأقرب إلى موريتانيا جغرافيا وتاريخيا. لنستمع لمحمد بن حمو. لا أعتقد بأنها علاقات يعني تعيش حالة يعني عدم الاستقرار، وعلاقات تبدو بأنها يعني تجد صعوبة للخروج من يعني من المطبات، فلا تكاد
تطوى صفحة خلاف حتى يلوح آخر. فعدم استقرار القرار الموريتاني وكذلك يعني عدم وضوح محددات السياسة الموريتانية وكذلك يعني عدم رؤية القرار الموريتاني تجعل من هذه العلاقات في هذه المرحلة يعني صعبة البناء والاستقرار يعني الإيجابي. ومع ذلك موريتانيا في حاجة إلى أن تكون لها يعني علاقات ودية وأخوية قوية مع جار كالمغرب، كان دائما حاضرا وداعما ومساندا لهذا البلد الشقيق. أخذ ورد وتجاذب بين المغرب وموريتانيا، والسبب السياسة المبهمة والغير واضحة لموريتانيا التي اختارت إفشال كل المساعي من أجل فك هذا الخلاف الذي يصعب على أي محلل الكشف عن أسبابه الحقيقية، خاصة أنه حاصل بين بلدين يلتقيان في كل شيء ثقافيا وتاريخيا وكذلك جغرافيا. إلى هنا نأتي إلى نهاية خبر اليوم، دمتم في رعاية الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوطون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.